مساء الخير عليكم، نعاود نرحب بكم من دار جديد في جورنال كوستو. اليوم رانا صايمين 29 يوم، ها ما بقاش بزاف. هيا يا كوراج. اذا بهذه المناسبه راح نستقبلوا ضيفان عزيزان اللي هما الشيخ ماهر والشيخ باهر من لجنه الاهله باش يعطونا بلوس دو تفاصيل على رؤيه الهلال. دندن وانا إذا كيما قلت لكم راه معايا الشيخة الشيخ باهر والشيخ ماهر في السطح مباشرة. تفضلوا يا شيوخة، تفضلوا. أيوا خويا دخلوا دخلوا بندي صحيح. هاك هادي ديها سفنير بصح سبت العيد. وين أجلس؟ سأذهبك إلى أين تجلس؟ حطوا لها حطوا لها. أيوا خويا روح نيشان بندي كسل. أخا يا بندي ما رايدها سؤال. قول لك قول أش قد سقطت سقطة الكلاب. نعم رأيت ذلك الشيخ، رأيت. ريح ريح تفضل. ريح يا شيخ. صباح ما صار لك والو. الحمد لله. الحمد لله. تفضل الشيخ. الشيخ مرحبا بك. ما شافش الكرسي واقيلا. كيما راك اجلس، زيد شوية واجلس. لا أيوة لا. لقد سقطت سقطة الحمير. نعم نعم تفضل الشيخ. مرحبا بكما الشيخ باهر والشيخ ماهر، وصح فطوركما. وهل قلت لإيمي؟ ها؟ يجب أن تقول لها قبل فوات الأوان. ثم ثانيك سمعتما بلا فرتا إيمي يا بابا تبهدلت أنا. السؤال الأول الشيخ، يعني هل ثبتت رؤية الهلال ولا مزين؟ اجتمعت لجنة الأهلة بهذا السطح المبارك لأنه سطح عالي. لا أخ مات. وش يا بندي وش قطع صوته الشيخ وش افطن افطن. والصباح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا شيخ شكرا. السؤال الثاني يا شيخ، يعني انتم كيفاش تعرفوا الهلال بان ولا باباش؟ مازالكم بالطرق التقليديه ولا راكم على اتصال مع علماء الفلك؟ كيف راكم دايرين؟ استنى بحليطه الله يستر. الشيخ نعم. انا وراسك حك شي بقلاوه للعيد وشوي، بصح قول لهم بلي العيد بالسبت اني غلبت ما نصوم. بادي بيرو بلام. بادي بيرو بلام يا سبت. السبت السبت وان شاء الله. غدوه الشيخ يا حدا. امشي امشي. نحن نرى كل شيء يا بني ولا تخفى علينا خافية، ونحن لا نستعرف بالتلسكوبات، فنحن نرى بالعين المجردة 10/10. اي بركة الشيخ بركة. تصع بك مكشيفك قدامك تعاود تسوي تلي. اسكت علينا اسكت اسكت تدخل. الشيخ يعني سؤال الشيخ، كل عام الناس تهضر وتقول لك باللي الدولة دائما ديكالي لا دات تاع العيد باش يربحوا باش تربح الويكاند. كان من الهضره هذه. هذا الكلام لا اساس له، لا اساس له من الصحه. نعم. فنحن لا ندخل انفسنا في السياسه، ولا لا ندخل انفسنا في الحب، ولا ندخل انفسنا في الطحالب او الحيوانات او الاسماك. لقد ثبتت رؤية الهلال وسيكون يوم السبت أول أيام شوال إن شاء الله. إذا اسكت غادي اسكت اسكت. خلي خلي هذا هلال هذا هذا أنا راني نلعب. خلي ما لا خطيك الشيخ خطيك تمسخر بينا. تدخل دقيقة سمحوا لي. ألو نعم لا إما ما يجيوش. لا راه ما عندي كيف هذه ما يجيوش. معكم مرقوبين. ومن اللي راه هنا شكون؟ عرفت دوك نعاود لك. مرقوبين. اروح 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 حتى اروح 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 وليدي. لا لا سخروا بينا انتوما. بندي اطلع اطلع فيك. شوف روح منا روح منا. هلا منا طريق منا طريق. هيا منا طريق منا طريق منا طريق. سخروا بينا دن دن ونعود. بندي فرج لي فيه تشوف. بحر الخارج مع إيمي. مرحبا بكم معي أنا إيمي في فقرة جورنال الخارج في الأخبار الدولية اليوم وفي الملف التونسي. حكومة النهضة الإسلامية في تونس عندها بروبليم كبير مع التونسيات، حيث واجهت أعنف مظاهرة تعنسة لطلب بالمساواة والاستواء،
وهذا على جال الخلاف اللي جرى حول نص مسودة الدستور الجديد اللي يعتبر المرأة مجرد مكمل فيزيائي للرجل، يعني أن المرأة ما تسوى والو كما نقولوا احنا خضرة فوق طعام. مراسل جورنان الجوستو راح لتونس وتلقى مباشرة مع الغنوشي، تابعوا معي هذا التقرير. كملتي إبي الهضرة تاعك؟ خلاص أنا حبيت نقول لك حاجة اليوم. قول بحليته. حشمتي لا نقولها لك عندي. معليش ما تحشمش. عندي بزاف اللي كنت حاب نقولها ولوكاز نقولها. معليش إيميل راكي واجدة خلاص. سير يا ربي يستر. إيميل ما عندكش 37500 تسلفيها لي؟ مبروك عليكم. وقال لها يا جماعة مشي حدا ما قال ما والو سكتي عليا. عيش مره في حياتك سردوك ولا طول عمرك جاجه. خرج عليا خرج عليا قولك خرج عليا خرج امشي قولك اقسم بالله غير اخذ بدلتوني عميتها واقيلا صغاره. والو وي اسماعيل راه تونس ما كاش لي زالموند ما كاش لي نورفيج ما كاش لي شيدواز كاين غير انتاج محلي. داكور. اهلا وسهلا بكم معكم دحمن على نون ديراكت سي تونس. معنا رئيس الحكومه من حزب النهضه سي الغنوشي. صحيت الغنوش كيفاش الحاله مع النساء؟ راهم ما زعفوا منك. من بكري هو كان من بكري كان الحكم للنساء، احنا بدنا نرجعوا الحكم للرجال. عندك الحق عندك الحق الغنوشي. وي توا تو نوم نسف الدار مع البقر يحالو بو يسكتو ديراك وما خفت زعما يغضبو يديرو ثوره يشعلو الحاله. شنو احنا نخافو من النساء؟ اش بيك هكا؟ احنا رجال ويزي من حقره الرجل. وي يزي وي يزي يتزي تو فوالا. واش من حقره انت الرجل اللي تتكلم معايا؟ وراح الغنوشي شنو هذا؟ وانت يا خويا باش تتكلم معنا احنا يا نسال محقورين تتكلمني مع الغنوشي؟ راني معاكم جو سوي افيك فو. خلاص ما سمعنا رانا محقورين ويزينا من هذا الحكم. يعني كانوا شادينه نساء ما شادينا ما والو. راني معاكم يلا معاكم يزي فيف النساء يزي من الحقرة فيف البروشينغ فيف الماسك. وش هنا تقارع وقارع وي عيد قلبي نقلع حوجي انا الفنتا شباب دو عرفني كراك داير غاية رانا مغمومين احنا ربي يشوف هذا غنوشي هذا بيدخل منا. شوف شبيت نقول لك الشيرات ما فاتوش منا شيرات العقل. شيرك شفت واحد يباشر من هنا ما باش غمونا عاد احنا انا مع لي فام هنا ورا هذا غنوشي الله غنشه ان شاء الله. اولاه هيا راني رايحه. دقي هاي غمي راني جايه. راح اسمعي انا خفت بخير خير اسماعيل دحمن حرنان سي تونس بخير خير ثمورث. السبور مع الطاعون تحكى بسهوله دائما في الرياضه. اليوم عندنا ضيف عزيز علينا بزاف والجزائريين كامل اللي يحبوه، الضيف اللي هو رابح سعدان الحساس ذو قلب الرحمه اللي دموعه غير هنا. شيخ سعدان مرحبا بك في السطح تاعنا. مرحبا بكم يعطيكم الصحة على هذه العرضة. قلت الإيمي ولا مازال؟ قولها في خير إن شاء الله قولها. اسمع بلا فرتا إيمي سقسيه بهدلتنا الله يبهدل. أيا شيخ سعدان تقدر تقولنا على المشاريع تاعك؟ وسمعنا باللي الفريق اللي تروح تدربه يجيبوك برا، صح ولا لا؟ لا أبدا أنا عندي كلمتي. الآن راني في المقاهي نجول وراي غايضتني على خاطر الحاج محمد راه وحقرني. يا حسره بارك خلاص الشيخ خلاص ما تبكيش. خلاص ما كاين والو شيخ كاين والو الشيخ ما تزيدش عليها بصح نفقنا لك الشيخ ما تزيدش عليها. تفضلي الشيخ راك حاس كاش نهار دور الناعوره ونطلعوا على المونديال؟ ايه فكرتيني في المونديال الله يذكرك على خير. مونديال يا حسره. خلاص الشيخ خلاص كوراج الشيخ كوراج. خلاص ما كاين والو خلاص الشيخ مسح دموعك ومازال الدنيا طويله وديروا له في بال. فيها خير ان شاء الله فيها خير. شيخ روندي لي سيرفيس تفضلي. خطيبي دحمان الحلم تاعو يجيبها في كاش فريق. مخطوبه روي فيها خير ان شاء الله فيها خير. لا تقدر تشكلوها كاش فريق ما ننساكش خيرك افي قولي له تفضل.
دحمان يا دحمان يا حبي انا درت لك لافير سي با فري وي ما ساتا هضر مع هضر دخلني ما عليش لي بنجم ما تعليك بلاصي ولا نورمال دخلني والله صراحه تنذكرني في اللاعب يزيد منصوري كان في عمره 95 سنه وجينا للمونديال وتشنحس هاو يبكي خلاص ما تبكيش ما قدرتش ما خلاص ما فيهاش غير ما فيهاش غير الشيخ دقيقه برك دقيقه دن دن وانا عود ابكي 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 اخبار الكاطو مع بوندي بوندي ياك ما تعميهاش كيما البارح تمريض انت هذا غادي هو اللي يخلف شوميشا اهلا بكم زيدات جداتي مع جورنال الكاطو شوميشا ما بغاتش تجي صح جبت لي يخلفها جارنا دحمان حرمان والله راه حشمتونا اللي جبتونا في التلفزيون بالطابليه كذا وما لا كان جبتونا شويه بارنوس نطيبوا به شويه اهلا وسهلا بك سيدتي قلنا خويا الكاطو تاع اليوم شنو هو؟ كاطو معروف بزاف عند العائله الجزائريه كعب الغزال بليكروفيت. الكروفيت قلت لك يا حصيره الكروفيت هما سيداتي اللي بركوا تاع الباسكيله من 15. ما فهمت والو داكور سي بون سي بون. الو راه مادام باش تجيب هاد لا روسيت لازم تدبري غزاله ولا زوج ولا ثلاثه ولا تروح لكينيا تصيديهم. بون الامكانيات تاعك مادام تجيبي لا غزاله هذاك تربيها مادام ياكل غير الكروفيت غير الكروفيت صباح وعشيه مادام حتى يولي عجوز الغزاله هذاك مادام تقطعي له رجليها هكذا الكعب تاعو هكذا وديريه داخل الفوره مادام يميجوطي شويه مع اللوز يحب اللوز الغزال يميجوطي ميجوطي بيان سور ترمي اللوز هذاك مادام تخلي غير الماء تاع اللوز باسكو مليح ميم بور لا بوا مادام ومن بعد تخرجيه ديريه في الفوره مدام مع ان بو شوكولا شويه نتاع جلجلان والرنده مدام ويتخرج لك نورمالمون لا تخرج لك هكذا كعب الغزال بلي كروفيطا هذا في بلاصه شوميشا فوالا هذا ما خويا على دينا هكا على هذه بيمو دير 5000 هذه هذه ماشي سي سي غاسترونوميك سي غاسترونوميك هذه جمل تجيفة هذه اي سي غاسترونوميك ما تعرفوش لا غاسترونوميك نتوما اي جيب جيب ما تعرفوش لا كويزين ما تعرفوش لا بون في نيريان دي تو جو مكاسي بون اقل اقل مديده اقل شي درت لي سيداتي وسادتي سمحوا لي حسيت تا يخلف شو ميشا كملت بوندي السلام عليكم دن دن وانا عود سمحوا لي المشاهدين الأخبار الثقافية وحدة القلمية أمس الخير عليكم وصحة فطوركم اليوم ما كانش أخبار ثقافية ماشي ما كانش كاين ناس مثقفين معنا هنا أنا نحبهم بزاف واللي هما ناس الصح اليوم قررنا باش نضيفوا ليو ونلعب معاهم اللعبة تاع كويز أيوة راكم واجدين جماعة شوفوا يا جماعة كاينة أغنية راح نغنيها ونحذف منها كلمة وانتم تلقاوها وبحليتو دير لكم لحن كيف كيف تلقاو الاغنيه وكاين دي جروب الجروب تاع باندي والجروب تاع ايمي اها خلاص واش دير هيا اسم الاغنيه الاولى وشوفوا الكلمه المحذوفه ايوا هش بون هش بون هش باب انت انا هيا بنت 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 خالتي انا شباب تحومتي لا لا بنت كرانتيزا اسكت علينا اسكت هيا ايمي بنت بلادي هيا ايمي هيا خمي بلادي هيا ايمي هيا بنت بلادي ميرسي شحال عندهم شحال 20 20 20 فريق ايمي هيا ركزوا في اللحن ركزوا في اللحن دن 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 وشنو العرب طير 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 حجله حمامه ايوا هيا يا حمامه عندي جالب نجمل هو تفاجئ خاطر داك هيا خلاص خلاص بندي راك فزت اللحن صحيته صحيته باندي هيا صح هيا شحال عندهم 20 10 خسرت اللحن هيا اسمو هادي دوك اسمو هادي الاغنيه دوك الاغنيه كلمه المحذوفه شيفور الطقسيه ويلي ويلي ويانا وسيس رانا 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 سكرنا انا رانا شبعنا راح نتقيو كيف انا دخنا 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 غنيها
دخرا هيا غنيها غنيها ها الغنية اش انا هيا 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 خاطيني خاطيني هيا هيا خاطيني هيا هيا يحشم يحشم شيفو روطي يا ويلي 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 سيستانة دخنا ويلي ويلي ويلا سيستانة دخنا سيستانة دخنا يا ربي الصيفة يا حمام السخنة يا حمام السخنة كامل 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 يا حمام السخنة يا ويلي ويلا والليلة زيارة لسطيف يا حناني انا يا حناني انا يا كامل 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 تدي صفر صاي تدي صفر ها يا سيدي هيا هيا قداها راهم 25 5 ركز 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 درك درك اللحن اللحن اسمعوا اللحن لا 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 اين انا خمسه غشيتونا اص بغاو ايمي عطاك الصحه ايمي اوكي عطيناها ايمي ودرك تبعوا مليح في هذا اللحن سالزها مازال ما بديناش اللحن دم دم رادان دان 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 انا ما نقولهاش انا ما تقدرش تقولها هاي معليش عرفتوها ولا ما عرفتوهاش ما نقولهاش هذه واعره هذه نقولوها هاي ايمي معليش غنيها تفكروا فينا على تفكروا فينا هاي معليش الاغنيه التاليه ما نقولهاش غنيوها كامل قولوا على ساحه القسطو واش عمكم باقي ما زدتوش الجوا غدوة رانا نتلاقاو صح صحوركم لا ماشي العيد غدوة صح صحوركم بقاو على خير يا محمد نساو رجال اللي جابوا البلاد قولوا